عشان كده مع الحرب دي ما المواد التموينية ما بتصل المحلات، عشان دي تلقاها موجودة أو متوفرة أو متاحة لك إنك تأخذها في أي وقت. فالمواطنين بيعانوا جدا، ولحد الآن بيعانوا من الأزمة بتاعت الانقطاع بتاعت الموية والكهرباء وانعدام غاز الطبخ. مردود واحدة كانت من المشاكل، ناس شغالة بالفحم بالحطب. فكل الخدمات الأساسية المفترض تكون متاحة للمواطنين أو للمدنيين هي ما موجودة حالياً.